جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبد الله من الرياض بعث يسأل ويقول: أفيدكم بأنني تلفظت بالأقوال التالية: علي الطلاق بألا أكذب بعد اليوم، علي الطلاق بألا أتهرب من الدوام الوظيفي بعد اليوم بغرض قضاء حوائجي الخاصة، علي الطلاق بألا أدخل مكتب أحد من الزملاء في العمل بغرض تمضية الوقت في أمور ليست لها علاقة بالعمل، إلا أنني لم أفي بشيء من ذلك كله، وكان القصد من التلفظ هو الامتناع عن فعل هذه المحرمات وليس طلاق زوجتي، فما الواجب علي فعله الآن علما بأنني لم أفي بما حلفت عليه؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة متلاعب بالطلاق، وليس الالتزام بالواجب وأداء العمل يكون بهذه الطريقة وهي استعمال الطلاق. على الإنسان أنه يقوم بواجبه بدون هذه الأمور، ولا سيما استعمال الطلاق، فإن لفظ الطلاق لفظ خطير ترتب عليه أضرار على الإنسان وعلى غيره، فعلى هذا السائل أن لا يعود لمثل هذا العمل، وأن يصون لسانه عن التلفظ بالطلاق. وأما ما يجب عليه في ذلك حيث لم يفي بما قال، فإن كان كما ذكر قصده منع نفسه من هذه الأمور ثم لم يمتنع منها ولم يقصد طلاق زوجته، فإن الصحيح من قولي العلماء أنه يكون عليه كفارات أيمان بعدد هذه الأيمان التي حلفها، كل يمين كفر عنها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم.